الشكل العملي الامتحاني ممتازة، كان جو القاعات مريح، الأسئلة نوعا ما فيها صعوبة ومواد تانية فيها سهولة، مراقبين كان في تعاون، كان الجو مريح بكل الجهات. واجهتنا صعوبات بالمكان، المواصلات، الزمن الحمد لله تمام، يعني الزمن اللي حددوه لأوقات الامتحانات مناسب. الامتحانات عم تجري يعني بطرق مناسبة، بس عم نلاقي صعوبات بالسفر، يعني من إدلب لهون تكاليف أو إرهاق تعب يعني. الصعوبات تواجهني أنا شخصياً إنه أنا بجي من مكان بعيد، بجي من ريف حلب الغربي، سفر ومصاعب مادية، هي أكبر مشكلة منعاني منها. فيها شوية صعوبة يعني، ولبكة الامتحان ورهبة الامتحان يعني مثل كل الطلاب. أكثر شيء الصعوبة عم واجهها بالتنقل، يعني تنقل مسافات بعيدة. يعني هلا الامتحانات بشكل عام يعني جيدة نسبياً باستثناء امتحانات الأتمتة، الوقت ضيق جداً ساعة زمان، مشكلة المواصلات مشكلها أزمة كبيرة جداً. والله الحمد لله عم نقدم، بس في صعوبة انقطاع عن الدراسة، مشاكل الأوضاع الأمنية بشكل عام، القاعات، المراقبين، المتابعة من إدارة الجامعة، يعني الأجواء جيدة بشكل عام. في عنا صعوبات في الطريق، مشاكل الطريق والحواجز والبعد، بالأخص يعني الطلاب اللي عم نجي من إدلب، يعني ضعف اقتصادي لهي الحالة. جيدة نوعا ما، ما عدا بعض المشاكل اللي واجهتنا نحن كطلاب، منا أنه تقديم فترة الامتحانية وقصر الفصل، مدة الفصل الثاني، لأني كانت غير كافية لأنه نخلص مناهجنا المقررة علينا. هلا من ناحية العملية الامتحانية كانت رائعة، بس الصعوبة بالطرقات أهم شيء الصعوبة بالطرقات، المواصلات شوي صعبة، وعندنا مواد بتيجي بالفترة الثانية كمان بيصير أمر متعب أكثر وأكثر. والله بالنسبة للامتحان الحمد لله كان جيد جدا، من ناحية أسئلة الامتحان، من ناحية قاعات، توزيع القاعات، الطلاب، المراقبين، الحمد لله الأوضاع كانت جيدة. هلا على الامتحانات هالفصل الحمد لله كانت كثير تمام، من حيث المراقبين، من حيث القاعات، من حيث التنظيم، الحمد لله، وكانت المراقبين كانوا كثير كويسين معنا. موقع الجامعة كثير سيء، فالمواصلات بعيدة يعني عن كل المدن، وتاني شيء يعني فترة الامتحانات قصيرة جدا. أبرز المشاكل اللي بتواجه الطلاب بالمناطق المحررة هي عدم الاستقرار، يعني حالة عدم الاستقرار اللي ممكن بأي لحظة يصير مشكلة، ينقطع طريقك عن الجامعة أو يسبب لك مشكلة تخليك تتوقف عن الدراسة. والله في مشاكل عديدة، يعني تأثير الظروف على الكل عم تأثر على الطالب بالدرجة الأولى، موضوع العمل، سواء على التنقل كمان بالنسبة للجامعة، يعني في مسافة. نسعى جاهدين حقيقة إلى التواصل مع الكثير من الشركات أو المنظمات أو مؤسسات المجتمع المدني في الحكومة السورية المؤقتة من أجل تأمين باصات، إضافة إلى السعي الحثيث ولو بجهود متواضعة إلى وجود أماكن ومقرات كسكن جامعي يقيم فيها الطلاب في مقر جامعتهم.